السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد عبد الوهاب وفيديو جديد معانا من سلسلة الإنجليش. النهارده إن شاء الله إحنا هنتكلم عن أيام الأسبوع وإزاي بتنطقهم صح، علشان للأسف في ناس كتير بتنطقهم غلط. أول يوم معانا هو يوم السبت. يوم السبت لو هننطقه كأمريكان أكسنت يتقال ساتر داي أو ساتردي دي. بإنجليزي دي يا مرسي. لو بريتش اكسنت ساتر داي ما فيش ساتر داي خالص، تمام. بالنسبه بقى ليوم الاحد سان داي اور سان دي، وده طبعا في الامريكان والبريتش اكسنت هما الاثنين سان داي اور سان دي. بالنسبه ليوم الاثنين مام دي اور مام داي. بالنسبة ليوم الثلاث الأمريكان بيقولوا توز داي. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال توز دي، تمام، توز وليس تيوز، لا توز داي أو توز دي. طيب البريطانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا تيوزداي. طيب بالنسبه ليوم الاربعاء الامريكان والبريتش هم الاثنين على حد سواء بيقولوا وينزداي. في البريتش هتلاقيه اخف شويه، هتلاقيه وينزداي. اما الامريكان اكسنت بيقول وينزداي، تمام، وينزداي. خير يعني يطلع ايه ده جناب العمده؟ دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. بالنسبه بقى ليوم الخميس، يوم الخميس الامريكان بيقولوا ثيرزداي، مش ثيرزداي، لا Thursday. تمام. بالنسبة للبريتش أكسن، البريتش أكسن بيقولوا Thursday. تمام. آخر يوم معنا في أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وده Friday. بتمنى من رب أن يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.